نزل نظراتكم فيها، نزل نظراتكم. نزلوا نزلوا. الدنيا يا سويلح، نسيتهم جدي وجدكم يحفرون الجليب؟ يمكن انا وياك نلعب مصاقل في ذا. ايه ذكرتني بايام اول، حسبي الله على الشيطان. قم قم خلنا نتقهوى. هي يا رجال اضحك من اول. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله بسم الله. ابو صالح، ابو عيسى، ابو صالح وش عندك؟ ايش قاعد تسوي؟ وش تشوف يعني؟ قاعد اسبح. من حيلك او خلي العقرب اللي يسكت تسبح فيه. وش اضحك انت؟ قاعد اشوف محصول في الباذنجان انا. قول قول خلنا نشوف احتجارك يا رجال. ما شاء الله يا اخي، ورا بعد جارك كبار. هذا شغل الكيماوي يا حبيبي. يعني هذه كلها كيماوي؟ هذه كلها للناس. امشي على وريك المحصول. امشي امشي امشي. تفضل شوف الباذنجان. لا لا به طعم ولا به ريحه، اهم شيء القرنقش. والناس ما تعرف شيء. والله يا الخضره اول من شرختها في المطبخ، شم ريحتها وانت في الصاله. هذا اول يا حبيبي. شوف ما شاء الله تبارك الله. عزك عزك خذ 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 صندوق الهلك، خذ صندوق الهلك، خلها لعيالك. حسبي الله ونعم الوكيل. من قام يغش يا رجل. عطى عيالك، خذ عيالك. انت انت حسبي الله عليك. ولد جيب القهوه. سليم وش فيك على ولد ابو هزه؟ خليك عين المرجل. بسم الله. ولد فشلت عند الرجل. جيب ما تصب شاي يا اخوي، خليه يغلط عادي. ايش المشكله؟ اليوم بيغلط بكره يتعدل. قلت لنا جيب قهوه، جيب لي شاي. ولا نجيب الشاي وما اعرف الصب. عادي يا ابو هزه. ولد روح جيب القهوه الحين وخلي الشاي هنا. سريع شوف شوف شوف. وبعد جايب هذه الزمنيه. يا ولد صب قهوه صب قهوه صب قهوه. الله يسعدك يا ولدي الله يسعدك. اقعد ما ابغى قهوه. اقول وش صار في ابنك؟ انت قبل يا عمي. شوف الولد اللي ما يستحي. قم اطلع برا من المجلس. صب قهوه ترى فشلت مع الضيف. الله يهديك ابو هزه. مو كذا يا اخوي تربيه. خله يقعد خله يتعلم. هزه تعال بتطالع. تعال هزه لا تبكي هزه. ابوك يحبك وانت رجال. الله يهديك بس. الله يهديك. يا ليه ذا الطفرة يا اخوي. انت مسوي زعيب الحارة هنا ما حد زيك. ترى طرانين نبي دراهم. شو تطنش انت؟ عندي ولا بهندي؟ وش بتسوي يا الزاحف؟ تقول لي كلام ذا الدلخ. بقات ابو هنوت بنروح لها ونزرف كل الدراهم اللي فيها، معنا سواطير ما غير الخوفة ونخلي الطرام كلها. ايش رايك؟ انت صاحي تبي تنقبنا انت؟ ما جاك عندي. قم قم قم. او ماي جاد. يا بابا اتفوري جاهز؟ جاهز. انزل. هلا بالكتاكيت. اخس وتزبدون بعد. طيب خلينا نروح ندرف قدامكم. سكرت ندرفت جدا. كفو يا كتاكيت. يلا ماذا؟ اخوي من انت؟ وليش باقي اخواني؟ وين كان اخوانك؟ مش دخلت انت؟ سلامات. اقول لك ليش اخواني؟ ليش اخواني يا ابوي؟ سر امها بس. اخواني تلحقني والله تبطي. انا مو صحيح جاد. سويت مجنون. وليش ما جاك تفلخون؟ انزل انزل والله لا جايبه. بس انت راكب للبيت انت بركب. ويلا ولا شيء يا نوبي. ويا نركب نركب معنا نجي. جابكم الله في وقتكم. نوبي اقعد اقعد ابقى اقعد عاد. سبحان الله. يا
دائما اشوفك سنابات نوكي، ودي اقابلك وهذا انا شفتك. نعم نعم سجلنا كم تعرفون بعض من سنه وسنتين. ابقعود امشي 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 نوف امشي. هلا ابقعود وينك فيه؟ والله اني في البيت بس ما فيني حين اطلع. انت بس ارسلي موقع وما عليك انا اللي بجيك. يلا يلا مع السلامه. هلا 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 الله حيا. هلا نوفي نوفي خلينا نطلع الفيلا. ليه ما دخلت برات زي ما تعرف وما اقدر اطلع صراحه جيتك مشان هلا والله انا مع خويي الجديد ريان. يلا يلا والله لو وري جاي 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 يلا حيا اقلط اقلط وين جدي وراح الماصر واجيك. اوكي بنتظرك بس لا تطول. من انت؟ نواف ردات يا جد. لا ابو هالوجه كل يوم اقول لك لا تجلس الا جنب القهوه. انت عمرك شفتني سمسم سمع ومن انت ولدي؟ قلت لك انا نوفي يا جد. ومن قال لك صب لك هواء؟ أعوذ ربي الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب. إيه يا شيخ من أعماق قلبك من أعماق قلبك إن شاء الله أمور زينة. هاي ماي مقري عليها اشرب 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 اشرب. مشينا مطوع مشينا. جاني عيل مرة ثانية. لحظة لحظة لحظة. هذا الماي مقري عليها وعارف كيف الطريق يلا. كم 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 كم. الماي مقري عليها يقوم. أبا جتني تتسى اليوم. تتسى؟ أكيد عيل من مدرستك ذي. الشيخ 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 اصبر 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 يا شيخ. جاي مرة ثانية اقرالي. أنتم موسوسين. مرحب بيكم يا شباب. نزل لي دباب يا زول. وأنا بعد يا أخي نزل دبابين يا معلم. دايرين الكبيرة ولا الصغيرة؟ وش رايك انت يعني؟ دبابين كبار يا ابوي. يلا نزل نزل. وداير كم من الوقت يا زول؟ ربع ساعة ربع ساعة. قروشك يا زول حركات الشباب دي فاهمة. هذه قروش قروش قروش. هاي كذا حبايب. العيال دول طولوا. يا زول. أجيب يا زول. أجيب. والله ما عدت أجر لكم، والله ما أجر لكم لكذابين. عندي ولد. وين تبون؟ جدة جدة. صدق ما في مانا مصدق أنت؟ أبشر لو تبي لندن أبشر أبشر أبشر. كارلا شوف شغلك معه. تندرقس طيب عطوني الشاي حقي. طيب جد 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 جد. يبا يبا وش المكان هذا؟ والله ما ادري يا ولدي خلنا نروح نشوف ذا المكان وشو. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. تفضل تفضل تفضل. الله يسعدك الله يسعدك. حياكم الله يا ولدي. الله يبقيك يا خالد. كيف وضعك يا خالد؟ والله ان وضعنا ما تسرق لكن الحمد لله. يبا اجيب البطانية والاغراض اللي بسيارة. كفو يا ولدي رح جيبها رح جيبها. تفضل تفضل تفضل. الله يعطيك العافية. لما جت البطانية اليوم والله يا البرد عذبنا. الله يكثر من امثالكم. يبا ان شاء الله نجيب لهم اغراض كثيرة. اكيد يا ولدي راح نوصي عليهم اهل الخير وحنا راح نرجع لهم ونعطيهم اغراض ثانية ان شاء الله. مع السلامة يا خالد. مع السلامة يا خالد. الله يرزقكم ويوفقكم ويفتح في وجهك يفتح لك ابواب رزقه يا الله يا رب.
يبا انت مصر تطلعني من المدرسه الاهليه. يا ولدي انت تشوف الوضع، ما عاد تقدر تدفع زياده في المصاريف. جعله فدا، اهم شيء انت بيننا في امن وامان. يبا وانا بعد اخويا يبغى نقطه استراحه. يا ولدي عندك الملحق مجهز فيه كل شيء. ابشر يبا ولا يهمك. كفو يا ولدي كفو. هلا عقيد فهد الحد الجنوبي جاهز. يبا طمن علينا وتوكل على الله. ما احنا ضايعين يبا، نضع الوطن ونلقاه. توكل على الله. يهمك لا يهمك يا وطننا، كلنا ضد الفتن والعنصري. هلا بقعود. هلا نوبي يركب يلا ما بيوقف. يا شباب هذنا المغرب وتفحطون وترفعون صوت الاغاني الله يسمحكم. يا مطوع شكلك تغير ترى المسجد على اليسار. وش عندك يا ابو الدردين؟ لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديك. انت الاجمل يا مطوع والله احرجتها باسلوبك، ويا ليت المطاوع كلهم مثلك. والله كنا ماخذين فكره سيئه عن المطاوع، بس بعد كلامك واسلوبك حبيناك. والله يا شبابنا فيهم خير. يا قمر سود الليالي سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي.